سأعيد إليها رشدها. قصد منصور حانوت الساعات محفوظ الكائن في آخر السوق لإصلاح ساعته، كل الناس يشهدون لهذا الساعات بالبراعة في مهنته وقدرته على إعادة الحياة إلى الساعات المعطبة. لما استعد محفوظ لإغلاق دكانه عند الظهيرة، وصل منصور ومد من جيبه ساعة يدوية قديمة قائلاً: إنها من جدي. اريد اصلاحها اخذ محفوظ الساعه وقلبها بين يديه ثم فتحها وشرع يحرك دواليبها باله صغيره لقد ظن ساعتي المجرب ان امر هذا الحريف سهل فاللولب المكسر يسهل تعويضه والاوساخ يمكن ازالتها بشيء من الكحول فك اجزاءها ونظفها واحدا واحدا ثم استخرج اللولب المعطب ووضع مكانه آخر واعتقد أن أمرها قد انتهى فأدار المحرك وقربها من أذنه فلم يسمع شيئاً فأعاد العملية ثانية وثالثة لكن دون جدوى اقترب من صندوق موضوع في أحد أركان الحانوت وأخرج كتيباً صورت فيه ساعات مختلفة وتحت كل صورة توجد شروحات إنه يلتجئ إلى هذا الكتيب كلما أعجزته إحدى الساعات إنه سر نجاحه لقد التجأ إليه يوم امتنعت ساعة البلدية عن الحركة فنجح في تشغيلها وضع الكتاب فوق طاولته وأخذ يتصفحه مفتشا عن نوع الساعة التي أزعجته تمتم لا بد أن أعيد إليها رجدها لقد مرت ساعتان وأنا منكب على هذه الآلة الغريبة وإذا عز على أمر فلا بد أن ينفذه إن إرادته رغم تقدمه في السن ما زالت صلبة كالحديد أخذ ينقل نظراته من الكتيب إلى الساعة ومن الساعة إلى الكتيب إلى أن لمح خيطا معدنيا رقيقا كان عالقا بالعجلات الصفراء المسننة وحال ما أزاله انطلقت الساعة تدق فلاحت على وجهه ابتسامة الانتصار أكتشف أولاً: نجح الساعاتي في إرجاع الحياة إلى ساعة منصور، أقرأ ما يدل على ذلك. أخذ ينقل نظراته من الكتيب إلى الساعة ومن الساعة إلى الكتيب إلى أن لمح خيطًا معدنيًا رقيقًا كان عالقًا بالعجلات الصفراء المسننة، وحالما أزاله انطلقت الساعة تدق، فلاحت على وجهه ابتسامة الانتصار. ثانيًا: اشرح (أ) اشرح المفردات المسطرة بالرجوع إلى السياق الذي وردت فيه. كل الناس يشهدون ببراعته في مهنته. كل الناس يقرون ببراعته في مهنته باء أبحث عن الحرف الذي يلي حرف الزاي وعن الحرف الذي يأتي قبل حرف العين مباشرة الحرف الذي يلي حرف الزاي هو حرف السين الحرف الذي يأتي قبل حرف العين مباشرة هو حرف الضاء أعمق فهمي ثالثا محفوظ رجل مسن أستدل على ذلك بقرينة من النص إن إرادته رغم تقدمه في السن ما زالت صلبة كالحديد رابعاً وجد الساعاتي صعوبة في إصلاح ساعة منصور، أبين كيف تغلب على هذه الصعوبة. تغلب الساعاتي على هذه الصعوبة عندما استنجد بكتيب صورت فيه ساعات مختلفة، تحت كل منها شروحات كان يحتفظ به في أحد أركان الحانوت وكذلك بعزيمته وإصراره على النجاح. خامساً اشتهر محفوظ بساعة أصلحها أذكرها وأقرأ ما يدل عليها. الساعة التي اشتهر بها محفوظ هي ساعة البلدية لقد التجأ إليه يوم امتنعت ساعة البلدية عن الحركة فنجح في تشغيلها. أحلل. سادساً، أحدد المكان الذي تدور فيه أعمال محفوظ. الدكان هو المكان الذي تدور فيه أعمال محفوظ. سابعاً، في الفقرتين الثانية والأخيرة إشارتان للزمان أحددهما زمن الفقرة الثانية كان عند الظهيرة بينما في الفقرة الأخيرة كان الزمن بعد مرور ساعتين ثامناً أقرأ وأجيب هل كان محفوظ يهتم بالوقت عند قيامه بعمله أعلل إجابتي لا لم يكن محفوظ يهتم بالوقت عند قيامه بعمله فقد قضى ساعتين في إصلاح الساعة دون أن يشعر تمتم لا بد أن أعيد إليها رشدها لقد مرت ساعتان وأنا منكب على هذه الآلة الغريبة أبدي رأيي تاسعا أقرأ ما يأتي وأبدي رأيي في الساعات إن إرادته رغم تقدمه في السن ما زالت صلبة كالحديد إن الإرادة والعزيمة خصلتان لا ترتبطان بالعمر أو بزمن محدد فمن كانت لديه العزيمة وقوة الإرادة باستطاعته صنع المعجزات عاشرا هل تعرف أشخاص ناجحين في عملهم؟ أتحدث عن أسباب النجاح وفوائده النجاح في الحياة هو من أسمى الأماني التي يتمناها الإنسان بلا شك، أسباب النجاح وفوائده: بذل الجهد البدني والنفسي، تعلم كل ما هو جديد، التوكل على الله في كل شيء، الإصرار والعزيمة الدائمة، ومن فوائده: اكتساب المعرفة، الثقة في النفس، الانفتاح على الآخر والتعاون، الخلق والابتكار. أتوسع اذكر بعض الحرف اليدويه في بلادنا واعد بحثا اغني به ملف التعلم تتعدد الحرف اليدويه وتختلف في بلادنا ومن بينها صناعه الشاشيه الزربيه والمنسوجات الخزف والفخار